إذا مستمعينا الكرام نستقبلكم مجددا ونبدأ حديثنا في شقه الأول مع الأستاذة نادية دشاش رئيس قسم العلوم الإنسانية بجامعة 8 ماي 45 قلمة وعلى مستوى قطب سويداني بجمعة. أهلا وسهلا بك أستاذة. نوضح مستمعينا الكرام من خلال هذا اللقاء تعريف بالقسم، وهو القسم كما ذكرت قبل قليل معك أنه القسم الأكثر تجميع لتعداد الطلبة على مستوى الكلية، وهو القاعدة أو الأرضية للانطلاق في باقي التخصصات. نعم تفضلوا. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد عبد الله عليه أزكى الصلاة والسلام. سعيدة بتواجدي ضمن رحاب جامعة قلمة، شكرا على الاستضافة دكتورة مكي، سعيدة بتواجدي مع زميلتي وصديقتي الأستاذة منى الحدوح في هذا الفضاء من أجل تزويد المستمعين ببعض المعطيات أو المعلومات حول ما نعيشه كأساتذة وكمسيرين بجامعة قلمة. بخصوص قسم العلوم الإنسانية، هو قسم أنشئ في حوالي سنة 2013-2014، كان ضمن قسم إعلام الاتصال وعلم المكتبات، نظرا للاكتظاظ والعدد الهائل بتاع الطلبة قرر بقرار داخلي، يعني ولأنه نشأة القسم نشأة داخلية وليس بقرار وزاري، قررت إدارة الجامعة فصل هذا القسم عن إعلام الاتصال وعن المكتبات نظرا كما قلت للأعداد الهائلة، ومنذ ذلك الحين أصبح قسما مستقلا قائما بذاته نظرا للاكتظاظ. حاليا على مستوى الجامعة المشترك عندنا حوالي 455 طالب متمدرس في سنة أولى، بالإضافة إلى المدانين اللي قرأوا سنة ثانية وما زالت عندهم مقاييس غير مكتسبة في السنة الأولى. جامعة مشترك يؤطره حاليا 5 أساتذة دائمين فقط و23 أستاذ مؤقت، معنى ذلك أنه أغلبية أساتذة من أساتذة المؤقتين. باقي الأساتذة الذين يؤطرون الدراسة في الجامعة المشترك هم أساتذة دائمين في الأقسام الأخرى، يعني اتصال على المكتبات وقسم التاريخ وكذلك قسم الآثار. نعم بالنسبة لظروف يعني التعليم على مستوى القسم، خاصة نتكلموا في شقه الإلكتروني التحاق الطلبة وكذلك الأساتذة قبل ذلك وترتيبات الدراسة منذ ظهور الجائحة، يعني جائحة كورونا، كيف تعاملتم معها؟ لأنه أول مرة احنا نستقبلكم على من خلال هذه الحصة لتعريف مستمعينا أكثر بالجهود التي تبذلها الجامعة في سياق استكمال الفصل الثاني من موسم الدراسي 2019-2020. نعم، فهم أنه الظرف الاستثنائي الذي عاشه العالم عامة والجزائر خاصة المتمثل في جائحة كورونا جعل جميع الجامعات تلجأ للتعليم الإلكتروني، وبالتالي أنه الجامعة الجزائرية كغيرها تبنت نظامين للتعليم، نظام حضوري ونظام إلكتروني. النظام الإلكتروني تم في أثناء فترة الصيف واجه فيه الطلبة صعوبات عديدة جدا، منها الولوج إلى المنصة، على الرغم أنه كل الأساتذة ساهموا في تقديم الدروس على مستوى المنصة وضعها كاملة على مستوى المنصة، إلا أنه التحاق الطلبة بالأساتذة في الأقسام الافتراضية كان نادرا جدا، وهذا طبعا لعدة ظروف. إذا حبينا نتكلم مع ظروف نقدر نقول بلي كان طلبة ما عندهمش تغطية، كان طلبة ما عندهمش جهاز إعلام آلي، كان طلبة ما يتحكموش في يعني كان انشغالات تقنية، يعني انشغالات تقنية، رغم بلي كاين حب كاين رغبة في التدريس وفي التمدرس، لكن الله غالب الظروف حال دون ذلك، لكن هذا ما منعش من تواصل الطلبة مع الأساتذة تاعهم في إطار استمرارية واستكمال السنة الدراسية 2019-2020. هذا بالنسبة للشق الإلكتروني. بالنسبة للشق الحضوري أو الجانب الحضوري، التدريس الحضوري بعد العودة، يعني بعد العودة كان مبرمج بالنسبة للجامعة المشترك مع الدفعة الثالثة والأخيرة، يعني الأخيرة من 31 أكتوبر إلى غاية 12 نوفمبر. الحمد لله يعني الدراسة تمت في شكل عادي باحترام التباعد الاجتماعي، في حضور وكل الصبا، يعني في حضور. نعم مش كامل الطلبة، لأنه احنا عندنا 400 على الأقل تلقي 61 طالب في كل فصيلة، لأنه بما أننا عندي 465 قسمت الطلبة إلى 3 مجموعات باش ما نكونش اكتظاظ واحترام التباعد الاجتماعي، كل فصيلة أو كل مجموعة فيها 5 أفواج 4 أفواج حسب العدد، لأنه الجامعة المشترك حاليا في 14 فوش كما قلت معدل 400، يعني عدد كبير اصلا، كيف تعاملوا معه؟ اضطرينا نقسم العدد هذا الى 3 مجموعات صغيره، كل مجموعه تحتوي الى مجموعه من الافواج باش نحققوا على الاقل مبدا التباعد، الطالب يقرا في اريحيه والاستاذ يدرس كذلك في الاريحيه. الحمد لله العمليه تمت، يعني رغم قله الحضور
مقارنة مع لأنه 60 طالب ما تعطيش صورة كاملة على 455، لكن مع ظروف النقل وظروف معيشية وظروف أخرى خلات ربما الطالب أنه يخاف يلتحق كذلك بالجامعة، لأنه هنا نتكلم على الجانب الثاني اللي هو جانب القلق والتوتر، الخوف من العدوى، الخوف من إلى غير ذلك. وبالتالي الحمد لله يعني تمت الدراسة حضوريا في 8 مقاييس اللي كانت تقريبا كل المقاييس ما عدا اللغة الفرنسية والإعلام الآلي. الأساتذة كانوا مواظبين على الحضور، الطالبة كذلك. انتهت فترة الدراسة الحضورية والآن نحن في مرحلة الامتحانات الثانية. نعم أستاذة الدشاش، يعني احنا نتكلم على آخر محطة من استكمال الفصل الثاني يعني وإنهاء الموسم الجامعي عموما، يعني أنتم في فترة امتحانات، كيف اهتمت، كيف إقبال الطلبة على الامتحانات؟ لأنه مش كل المقاييس يعني تجرى فيها الامتحانات، وهذا احترام للبروتوكول الصحي حسب تعليمات وزارة التعليم العالي وأيضا جامعة قام. نعم هو فعلا، لا أنا عندي تقريبا جميع المقاييس درت فيها الامتحانات نظرا لعدة معطيات، منها كان مقاييس ما فيهاش الأعمال الموجهة. نعم. وبالتالي يصعب تقييم الطالب بهذه الطريقة، وبالتالي الامتحانات تمت في 8 مقاييس المدرجة عادة في الامتحانات العادية. بالنسبة كما قلت سابقا عندي 14 فوش، باش نحققوا مبدأ التباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي قسمنا 14 فوش إلى 28 فوش، يعني الامتحانات تجرى في 28 قاعة يؤطرها أساتذة من مختلف الأقسام، قسم العلم الاتصال وعلم المكتبات وقسم التاريخ وقسم الآثار، لأنه كما قلت سابقا قسم العلم الإنسانية يحتوي على 5 أساتذة دائمين، بالتالي يصعب لولا مساهمة باقي الأقسام في تأطير الحراسة لما نجح الأمر. هذا من جهة، من جهة ثانية حاولنا قدر الإمكان وانطلقت أستاذة الامتحانات يوم الأحد، يعني يوم الأحد الحمد لله، واليوم عندنا رانا في ثالث يوم رابع مقياس، لأنه يعني درنا حاولنا نديروا مقياسين في اليوم بالراحة بالتناوب، نعم. يومين، يوم مقياسين ويوم مقياس واحد حتى نسمح للطالب أنه على الأقل يتنفس ويقدر يراجع. يعني كل الظروف راعيتوها، يعني كل الظروف مهيئة تماما. درنا تعليمات علقناها على جميع الأقسام، فيها تعليمات منها ضرورة ارتداء الكمامة هذا إجباري، يعني ضرورة التباعد، نعم ضرورة التباعد الجسدي داخل القاعة وخارجها، عدم تدابل أو تبادل الأدوات الخاصة بإجراء الامتحان. والحمد لله يعني العملية نقدر نقول إلى غاية الساعة هي ناجحة ومستمرة الحمد لله. ايضا الاستاذه دشاش، يعني نذكر مستمعينا الكرام دائما انه احنا نتكلم مع الاستاذه ناديه دشاش رئيس قسم العلوم الانسانيه بكليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه مجمع سويداني بوجمعه. استاذه، يعني بعد انتهاء الفصل الثاني، يعني ما هي ترتيباتكم لاستقبال الموسم الجامعي الجديد؟ خاصه دائما احنا نتكلم انه هو موسم استثنائي، احنا دائما مستمرين يعني في الاستثنائيه هذه بسبب جائحه كورونا وكلها. احنا بالنسبه لنا استاذه مازال الموسم الدراسي ما انتهاش، لانه هناك استدراك وهناك عمليه التوجيه والترتيب، لانه وزعنا بتقدير الرغبات على الطلبه حتى يعبروا عن الرغبه تاعهم واش حابين يقراوا سنه ثانيه. كما قلت سابقا انه في سنه ثانيه عندنا تاريخ الى غايه يعني مكتبات، احنا حسب الرزنامه البيداغوجيه اللي برمجت على مستوى القسم الى غايه 6 ديسمبر. 6 ديسمبر حيكون مجلس التوجيه والترتيب الخاص بالسنه الاولى، بعد ذلك تاتي مرحله الطعون اللي نعطوها هي فتره مجال مسموح للطلبه، ربما اخطانا في حق الطالب في التوجيه نتاعو، بعدها نحضر للموسم الدراسي الجديد عن طريق بناء برنامج المستقبلي، كيفيه تفعيل الدروس الالكترونيه، لانه خاصه نتوجه لوزاره التعليم العالي نحو الدروس على مستوى المنصه. وبالتالي انا شخصيا اتفقت مع الاساتذه تاع الاعلام الالي انهم يديروا دروس عمليه واجرائيه للاساتذه ولمندوبي الاقسام حول كيفيه التعامل مع المنصه، لانه الاشكال الكبير هو كيفيه ولوج الطالب الى المنصه عن بعد. نعم هذه كانت من اكثر يعني الانشغالات اصلا الطلبه. نعم. انهم هم يقولوا رقم التسجيل وهذيك الامور، يعني نعم. الشكليه للدخول الى المنصه على الاقل تكون كاينه خطوه عمليه. نعم احنا فكرنا انه نديروا على الاقل نسميوها دوره تدريبيه او دوره تكوينيه لفائده الاساتذه ولفائده الطلبه، طبعا اذا قدرنا، لانه الطلبه العدد كبير بزاف ما نقدرش نغطي كل خاصة على مستوى القسم. سنة أولى عندكم سنة أولى اللي جا جانا في الثانوية مازال ما عندوش معلومات على الجامعة، دخل الجامعة فجأة تلقى روحه في وضعية استثنائية، كيفاش راح يدير؟ دونك لازم من المرافقة والمتابعة حتى يتسنى له أنه يتكيف مع الوضعية الجديدة ويستمر. نعم،
ممكن استاذه تعملوا حتى فيديو مثلا شارح العمليه هذه كيفيه الولوج، والجامعه كانت يعني وضعت تحت تصرف الطلبه دليل الطالب للولوج الى المنصه، فيه كل الشروحات منذ يعني وضع ذيك فتح الحساب وكلها حتى يدخل للقسم الافتراضي. استاذه يعني في هذه النقطه عملتوا اقسام افتراضيه يعني بعض الاساتذه على مستوى قسم علوم انسانيه؟ أستاذة فقط في الإعلام الآلي درت حصة في القسم الافتراضي وحضروا 11 طالب فقط، أما البقية فلا. في الوقت هذه بك أستاذة لو سمحتي، لأنه لما تكلمتي على فيديوهات تحفيزية وتعريفية، احنا عندنا صفحة خاصة بالجامعة المشترك درتها لما ترأست القسم. الصفحة هذه فيها كل المعطيات، فيها كل المعلومات يقدر الطالب يتحصل عليها ويمارس حياته الطبيعية بناء على ما هو موجود في الصفحة هذه، بما فيها فيديوهات تعريفية وتحسين كيفية الولوج إلى صحة قامت فيها الأستاذة الزدربي أستاذة الإعلام الآلي بالقسم. نعم أستاذة دشاش، يعني أنت كيف تقيمي دراسة رقمية ولا دراسة عبر منصة جامعة قلمة؟ يعني أنت تشجعي الطالب أنه هو يندمج في سيرورة العملية هذه، ولا رغم صعوبات، يعني صعوبات هذه يعاني منها كل طرف في الجامعة؟ نعم. خاصة ضعف تدفق شبكة الانترنت، ورئيس الجامعة كان حضر معنا يعني في أكثر من مرة وحكى في الموضوع هذا، الفنيين يعني أساتذة من الإعلام الآلي، يعني هذه المشاكل هي مطروحة على المستوى الوطني مش على مستوى جامعة قلم، وربما يعني حتى على المستوى العالمي الكثير من الدول يعني تعاني من ضعف تدفق الشبكة، ضعف الشبكة البنية التحتية لدول وكلها، يعني عموما توجه جامعة قلم والجامعة الجزائرية نحو التعليم الرقمي، يعني كيف تشوفيه انت كرئيس قسم؟ انا شخصيا يعني اتحدث عن توجهي الشخص كاستاذ في الجامعه، انه التعليم الرقمي ضروره لابد منها. بالك احنا ما كناش مجهزين، ما كناش مسلحين للاقتحام في هذه السيروره هذه في الوقت هذا بالذات، لكن التعليم الرقمي ضروره لابد منها. لهذا نتمنى انه ما دام دوك الجامعه او الجامعه الجزائريه راح تسير نحو هذا، لابد من تفعيل اشياء مهمه جدا حتى يتمكن الكل من المشاركه، لانه ما معنى تعليم رقمي دون مشاركة الأطراف الفاعلين في العملية التعليمية هو الطالب. نعم. كان أتمنى أنه في المستقبل، أنا تمنيت لو كان عندنا قسم افتراضي كبير يعني كأنه حجر دراسة مثل ما يصير في الدول الأوروبية. نعم. ويكون تفاعل ما بين الطالب والأستاذ بين الطالبة والأستاذ نتاعهم، وكأننا في حصة عادية، لأنه ما يميز الحصة العادية على مستوى القسم على مستوى المنصة. آه. عن طريق بالي يعني أنا قريت طلبة المصنع. نعم. عن طريق البيك بوتن، أتكلم. نعم. على قسم مجهد بكاميرات وشاشات كبيرة حتى يتصل، وكأننا في قسم. نعم. حي تعريفي يعني تكويني للطالب. ما دام عندنا في الكلية تاعنا السمع البصري، نتمنى أنه يجهزوا لنا هذا السمع البصري بهذا القسم الكبير هذا، حتى نتمكن من على الأقل عن طريق في الملتقيات، لأنه دوك التوجه ذا مفر من اعتماد التعليم الرقمي اللي يعتبر دليل عصرنا، وكذلك ما دمنا في عصر الرقم انا لابد ان نمشي ونواكب هذه الضروره الملحه ان شاء الله. يعني استاذه دشاش، ربما جائحه كورونا يعني كما يقال رب ضرر نافعه، يعني هي سرعت عمليه الانتقال. نعم. الانتقال من نمط التعليم التقليدي ان صح التعبير، يعني النظام الحديث يعني التعليم هو سهل وممتع واكثر تفاعليه واكثر مرونه، يعني طالب انه حتى نائب رئيس الجامعه الاستاذ عفاف بن صبيح كانت تحث يعني طلبه في كل مره تقول لهم انه بدون مشقه التعليم الالكتروني وانت في بيتك بدون يعني مشقه في يعني بيتك. بدون ظروف الانتقال، يعني خاصه في ظل الجائحه الانسان الطالب يعني خاصه يحمي نفسه ويحمي الأسرة تاعه، وإحنا كل نحاولوا أنه نحافظوا على هذا، مش نقوله التباعد الاجتماعي يعني كما هو متداول حسب بعض الأساتذة، يعني نقوله التباعد الجسدي حتى ما يكونش هناك احتكاك واختلاط. نعم. ونشوفه يعني في الوقت الحالي مع ارتفاع عدد الحالات إن شاء الله تكون فيها إجراءات وقائية على مستوى قسمكم. كلمة أخيرة أستاذة ولا نخليها في الختام؟ معليش مستمعينا الكرام، نعود مجددا لاستقبالكم واستكمال الحديث مع الأساتذة الحاضرين معنا في